بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. كما يقول آية الله السيد عبد الكريم الكشميري قدست روحه الزكية، إن لقراءة زيارة آل ياسين وكذلك قول 100 مرة المستغاث بك يا ابن الحسن والمستعان بك يا ابن الحسن، وقول 100 مرة يا صاحب الزمان أغثني، يا صاحب الزمان أدركني، له أثر كبير في قضاء الحوائج من قبل صاحب الزمان سلام الله عليه بنفسه الشريفة. يروي العالم الجليل السيد عبد الله القزويني قدست روحه الزكية هذه الكرامة المهدوية، فيقول: تشرفت سنة 1327 للهجرة ومعي زوجتي وابنتي بزيارة العتبات المقدسة في العراق، ومن النجف الأشرف مضينا يوم الثلاثاء إلى مسجد الكوفة، وكان عزم رفقائنا في سفرنا هذا أن يعودوا في اليوم نفسه إلى النجف. قلت لهم: حسن، أن نذهب هذه الليلة، ليلة الأربعاء، من مسجد الكوفة إلى مسجد السهلة فنؤدي أعمال مسجد السهلة هناك. في البداية وافق رفقاؤنا على ما اقترحت، ثم تراجعوا قائلين: نحن لا نسير ليلا في هذه البرية، وكانت السهلة أنذاك بينها وبين الكوفة وبين الكوفة والنجف صحراء لا يوجد فيها سكن ولا مأوى، بيد أننا أنا وزوجتي وابنتي وامرأة أخرى كانت معنا قصدنا مسجد السهلة، حيث صلينا صلاتي المغرب والعشاء جماعة، وبعدها بدأنا بالدعاء وبأعمال المسجد، وما فطنا إلا وقد انصرم وقت طويل من الليل، فكان علينا أن نرجع إلى مسجد الكوفة في الحال. في وقتها تملكني خوف شديد، إذ كيف أرجع مع هذه النسوة إلى الكوفة في عربة مكشوفة لا نعرف عن سائقها أي شيء، هذا إلى جوار أن عطية المشهور في النجف قد تمرد في تلك السنة على الحكومة العراقية، فكان يغير على المسافرين ليلا فينهب طعامهم ويأخذ أموالهم، وهذا كان أكثر ما يخيفني ويفزعني من قلبي. وأنا في غاية الفزع والاضطراب توجهت لمولاي صاحب الزمان سلام الله عليه، وبدأت أقرأ زيارة آل ياسين، ثم قلت بعد ذلك: المستغاث بك يا ابن الحسن والمستعان بك يا ابن الحسن، ثم قلت بعد ذلك: يا صاحب الزمان أغثنا، يا صاحب الزمان أدركنا. وفجأة توجهت تلقاء الإمام ولي العصر أتوسل به وأطلب من وجوده المقدس العون والمدد، وحانت مني التفاتة صوب مقام الإمام المهدي المنتظر عليه السلام الكائن في وسط المسجد، وهناك شاهدت نورا عجيبا يحار له العقل، وكأن الشمس قد أفرغت كل ضياءها مركزا في تلك البقعة. نهضت من فوري إلى المقام المقدس، فرأيت سيدا جليلا عظيما في منتهى الجلال والعظمة جالسا يتعبد لله عز وجل بكل هدوء وطمأنينة. جلست على ركبتي بين يديه وقبلت كفه المباركة، وبعد ذلك بدأت أيضا بقراءة بعض الزيارات، وكان هو مقبلا على دعواته وأذكاره. ولما كنت أبلغ في الزيارة عبارة السلام على الإمام صاحب الزمان، كان هذا الرجل يجيبني قائلا: وعليكم السلام. ضايقني ذلك منه قليلا، وقلت في سري: أنا أسلم على إمام زماني،
فكيف هذا الرجل يجيب ويقول وعليكم السلام؟ ثم نظر إلي وقال ادعو وتعبد براحة خاطر ولا تفكر بأي شيء، فلقد أوصيت أكبر البهاري بأن يوصلكم إلى مسجد الكوفة ويقدم لكم طعام العشاء. يقول السيد القزويني استأنست إليه لما سمعت منه هذه الكلمات، وطلبت منه 3 حاجات: الأولى سعة الرزق والخلاص من العسر، فأجابني إلى هذه الحاجة. الثانية أن يكون مدفني في كربلاء عند الموت، فقال إن شاء الله يكون ذلك، وأجابني إلى تلك الحاجة. الثالثة إني طلبت منه ولدا صالحا لأن لدي ابنة فقط، فأجابني لهذه وقال إن شاء الله يكون. ثم بعد ذلك قدمت ابنتي وزوجتي وهذه المرأة التي كانت معنا، فتقدمت زوجتي إلى الإمام بقية الله روحي فداه، وسألته 3 حاجات كذلك، إحداها أن تكون وفاتها قبل وفاتي، فقال ذلك يكون إذا شئت ذلك، وكذلك الأخرى سعة الرزق، قال ذلك يكون إن شاء الله، والثالثة أن تدفن إما في كربلاء وإما في مشهد، فأجابها الإمام عليه السلام إلى 3 حاجاتها، وقد نالت كل ما أرادت. ثم تقدمت المرأة التي كانت برفقتنا وطلبت من الإمام المهدي المنتظر عليه السلام 3 حاجات أيضا: الأولى شفاء زوجة ابنها، فقال الإمام المهدي عليه السلام سيهبها الشفاء جدي موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام. والثاني طلبت الثروة والمال لابنها لأنه كان بلا وظيفة وبلا عمل، فقال لها الإمام يكون ذلك إن شاء الله، وأجابها بالقبول. والثالث أن يطيل الله سبحانه وتعالى في عمرها، فأجابها الإمام المهدي عليه السلام أيضا إلى ذلك. يقول السيد القزويني وقد شهدت بنفسي كيف تماثلت كنتها للشفاء في الكاظمين عليهما السلام، ثم كيف أثر الله سبحانه وتعالى ولدها وصار من الموسرين، وكيف عمرت هي 95 سنة. يقول السيد عبد الله القزويني ثم خرجنا بعد الدعاء والزيارة وبعد هذه المحاورة من المقام، فقالت لي امرأتي أعرفت من هو هذا السيد؟ فقلت لا، فقالت عجيب، هذا مولانا وسيدنا صاحب الزمان سلام الله عليه. فرجعت إلى المكان مسرعا، تطلعت في داخل المقام فما رأيت للنور من وجود ولا للسيد الذي كان هنا قبل لحظات، ما ثمت إلا فانوس معلق في وسط المقام ثم لا شيء. وهنا أدركت أن ذلكم النور كان من أنوار الوجود المقدس لصاحب الزمان سلام الله عليه. وعندما خرجنا من المسجد مسجد السهلة وجدنا هذا الشاب وقال متى ما شئتم أوصلكم إلى مسجد الكوفة، فأنا أكبر البهاري الذي أوصاكم به صاحب الزمان سلام الله عليه. وإذا به أوصلنا إلى مسجد الكوفة وقدم لنا العشاء. إن هذه التوسلات من زيارة آل ياسين كما يقول السيد عبد الله القزويني هي نافعة جدا، وقول 100 مرة المستغاث بك يا ابن الحسن والمستعان بك يا ابن الحسن، وكذلك يا صاحب الزمان أغثني يا صاحب الزمان أدركني نافع جدا في قضاء الحوائج من قبل صاحب الزمان سلام الله عليه. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.